زين زين شكرا لكم. نفتتح قضية مين؟ أنا عارف إن القضية يمكن مو واصلة لك يا أختي. الموضوع كالتالي، أنتوا ليش يا الجمهور يعني زعلانين على أن يعني فهد بن فارع سحب منه المعاونة في وباقي يومين على انتهاء الشيخة؟ شنو مزعلكم يا الجمهور أنتوا؟ والله انها صادقة كمان، يعني ليه يعني ليه؟ حرام عليكم، خلي يكمل، خلي المفروض كان يكمل شغله وياخذ مكافأته. يعني انتو فهمت منك انك تبين ان فهد بن فارع يبي درجات، ياخذ درجات لانه اشتغل اسبوع كامل، جالس يشتغل وجالس يأدي، صح ولا لا؟ صادق امين، بس ايه عرفت انك انت بسبب هذا. يعني هذه ناق، يعني انت ما انت عارف انا القاضي، مو انت قصدك الجنرال بورزيكا صح؟ ايه يعني ليه يا بورزيكا؟ ليه؟ هذا كنت قلت ابو رزيقه وتقطع رزق الرجال، حرام عليك، حرام عليك. حضره القاضي، ايه هذا الجنرال، حضره القاضي، هذا القاضي، هذا اللي يقول محكمه. يعني ما ادري خلاص ما قلتها منك يا ابو رزيقه. احنا اليوم قررنا بما هو آتي، قرار سجل عندك مع الجاكيت ذا حق المطاعم، سجل عندك، قررنا 2 كباب و3 صمولي. قررنا ان تقسم 2 كباب 1 شاورما. لا حبيبي انت ايه للشاورما ما يبلك يا سعد. قررنا احنا كمحكمة عادلة، قررنا ان نقسم الدرجات نص بنص، لان الجنرال ما يفهم، يعني صح. لازم نعرف ان الجنرال يتخذ قرارات ما ادري كيف يتخذها، فاحنا قررنا ان نقسم في هذه القضية نص لبن فارع والنص الثاني لمصلط. تحية. ما شاء الله. شكرا قضية الجمهور، سم استريحي. عند القضية الثانية حضرة القاضي عندي سؤال أنا. سم تفضل. النص يا حبيبي، نص شواية ولا على الفحم؟ لا يا حبيبي أنت مو جالس في محكمة محترمة. أسمع. محكمة محترمة. أسمع، احترم نفسك، أدفع محكمة محترمة. إيش ما يصير؟ ما يصير.